الطير كي تعرف اخويا رشيد راه عمر راس تبارك الله القبري ديالو ديال العين والعين راس العين المنقاره لا حتى اخويا رشيد اسمح لي قاطعتك شوف هاد العين هادي تبارك الله جايه خط واحد مع المنقار ما عرفتش ولا ما عرفتش ما قلت لك باقي انا صغار ما شاء الله الله يبارك تبارك الله ما شاء الله الاخوان كما كتشوفوا انتم الاخر رشيد راه ديما كيجي الجديد ان شاء الله وكيوعدنا ديما ان شاء الله باذن الله بشي ويرات ما شاء الله في المستوى انتم كما كتشوفوا الاخوان هو ملي كيبدا الله يبارك ما شاء الله هذا هو الروايه الله يبارك ما شاء الله الله يبارك وانا في راس المهم مستوى الكوتش هادشي باقي صغير لا سي با هذا ديال الحفاظ هذا اخويا رشيد ديال الحفاظ اللي باغي يحفظ الله يبارك راه هما هادو سي با لا هذه الحيه شوف انت تتمنقيره من تحت تبارك الله زرقاء الله يبارك الله يبارك الاخوان كما كتشوفوا انتم كما كتشوفوا سي با ديال الحفاظ بالنسبه للثمن اخويا راه شي شحال تيبقى 50 درهم انا نتاوي شحال تيبقاو تيبقاو 80 درهم 80 درهم انتما كما كتسمعوا لي ان شاء الله غادي يعني عند رشيد الدكتور الله يبارك ان شاء الله سي با دابا غادي كاملين شي وجه كامل وجه صوروا معاه كما كتشوفوا الشاب ديال بابغا او بيروكي بالنسبه للثمن الثمن ديال هذا خويا شحال تيبقى؟ بريفي ضروري الخاص بصح معقوله نخليو النمره ديالك واللي بغى شي حاجه يتصل ان شاء الله باذن الله بالنسبه لهذا تشوق تبارك الله اش من نوع؟ هذا اليوليو السينيغالي اليوليو السينيغالي هذه وهذه هذا تكر هذا ربي كاش هو ديال انيس برونطا راه مجاوجي تبارك الله ما شاء الله لا الدريساج بيان دريسي تبارك الله ما شاء الله يطلع يطلع لا ما شاء الله تبارك الله هذا الكويكر هذا راه الهضره راه ما نعاودش الكويكر هذا داو تبارك الله الهضره ما كيسكتش ايه ايه كتشوفوا والله يبارك بالنسبه لهذا الطب ياك كيعيش في الصحراء كيعيش في الصحراء مربيهم في الدار عندي بالنسبه للماكله ديالو بعد المعلومات ان شاء الله الماكله خبيزة ياك ياكل داك شي حاجه خص دخر خص كازو كازو شاو كيعيش في الصحراء ياكلوه ما طيشا تبارك الله ما شاء الله اخوان انت انتم راه كتشوفوا انتم شي حاجه خليو النمره ديال الصديق وكان شي حاجه مرحبا يتصل بالنسبه للثمن راه تيبقى بريفي اخوان
ساعة ويكند مزيان تطرى عندي شي حاجة أكبر من هادشي ياك شي حاجة تكون الله كبيرة ما شاء الله صافي تيخوا هذاك الساعة ملي كتبقى تشويهم في التليفون صافي طب شحال تيدير الثمن ديالو؟ طب اخويا كيبقى 20 درهم 20 درهم راه كيراه مربينا اخويا لا راه مربيش باقا خويا خلينا خلينا التليفون ديال خويا السيد 07 34 45 44 85 84 85. كنشكروك اخويا العزيز ان شاء الله باذن الله نخليو التليفون ديالك اللي بغا شي حاجه مرحبا حبيبي مرحبا مرحبا الله يسخر لك خويا العزيز السلام عليكم اخوان الشاق ديال هادو ممكنتي بصوره باغي الصوره ديال يولفوا هو العزيز بالنسبه لهاد وليدات ياك الثمن ديالك 120 درهم وليدات ها وليدات باقي السرانقه ولا الطومين ولا السرانقه كاين باقي كيخلف الصوره بالنسبه لهذا شمن نوع نوع ديال ليزانس ليزانس باراب نورمال بالنسبة لهذا خويا العزيز الثمن ديالهم كيبقى 140 درهم ما شاء الله الإخوان الله يبارك اللي خاصو شي حاجة بالنسبة لهذا 100 تيبقاو بحال نفس الثمن واحد ان شاء الله هانتوما كيما كتشوفوا الإخوان باغي يدريسي ولا باغي يتولى هادو كلشي ديال مدريسين شي حاجة مدريسية مدريسين هادو الإخوان واخا خويا العزيز خلينا النمرة ولا كانت شي حاجة مرحبا 07 74 تيبان 16 43 23 الله يسخر لك الحال السلام عليكم الاخوان الشاق الكناري هادو ياسات ما شاء الله هادو نورمال ياك عاديين وهذاك فريزي فريزي شحال تيبقى الثمن ديالو 100 درهم انتم كما كتشوفوا الاخوان شحال عنده في العمر هذيك عندها اخويا الله قرب تشوف شوف ما شاء الله هانتوما الاخوان كما كتشوفوا الدري تبارك الله راه هو مصداق عياو ظريف خصو شي حاجه مرحبا بالنسبه لهاد البريزي قلنا انت هو ياك هي شحال تبقى الثمن ديالها 80 درهم 80 درهم هي 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 وبالنسبه لذاك البيض البيض اخويا 80 كاملين 80 درهم اللي بغى 80 درهم ما شاء الله الله يبارك بالنسبه خلينا النمره ديالك الا كان شحال 0 34 91 63 95 واخا خويا الله يحفظك ان شاء الله